السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فيديو مميز جدا لكل بنوتة لسه لابسة الحجاب جديد، لكل واحدة عايزة تجدد في الإشارة بتاعها ومش عارفة تعمل ايه، لكل واحدة دماغها بتزقزق كده وعايزة تقلع الحجاب. ربنا يا رب يهدينا جميعا ويثبتنا. اول لفة معينا بتعتمد على ان انا حط بندانة سوري اغطي بيها شعري، وانا مش لابساها، انا لابسة اللي هي مقفولة كلها اللي هي كده عشان بس تغطي رقبتي عشان الفيديو، وحاطه واحده زي دي من ورا عشان تعمل فوليوم شويه للراس بتظبط شكل الطرحة. فهي دي شكل البندانه اللي انت المفروض تكوني لابساها. دي طرحة كويتي، نصها ليكرا ونصها دانتيل. هاخد جزء صغير قوي كده، يعني يا دوبك نخليها على قد الدبوس هنا من عند الرقبه، واعملها على قد وشي بالظبط، ودول كده ندخلهم في البادي اللي انا لابساه. وبعدين يا اما احط لها دبوس من هنا كده واسيبها نازله كده، يا اما بلفها كده. الربطه الثانيه، اي اشار بالليكرا عندك، يعني ده برضو كويتي بس في منه طبعا الدبل ستريتش العادي اللي هو القطن بتاعنا، ده طبعا بيبقى مناسب جدا في الصيف والحر. دي مقاسها كبير شويه بس طبعا في منها مقاسات اصغر. هقسمها ادي تلتها تقريبا وتقريبا التلتين. قدامي كذا حل، يا اما هخليها طالعه من قدام شويه كده، اما هخليها لازقه على الوش على طول. جربي على وشك دي ودي وشوفي الانسب ايه. انا شخصيا بحبها تبقى طالعه شويه. دي طبعا ممكن نلبسها من غير اي بندانه من تحت، بس هو كل اللي انا هعمله ان انا هلفها كده وبس. يا ست البنات عايزه تخليها واحده مرميه من ورا كده والتانية كده، ممكن برضو عايزة تلفي كده بس تبقى مقسومة بالنص بالظبط مش تلت وتلتين. شغالة برضو ما بتقولش لا، سهلة جدا. نفسها ممكن اعملها من غير دبوس خالص. هي عشان استرتش فلما بحطها كده بتروح ماسكة على طول من غير ولا دبوس خالص، ولا حتى محتاجة اي بندانة تحتها ولا اي حاجة خالص. دلوقتي جه ميعادنا مع ربطة الحجاب السوري او الربطة القطعتين دي، من اسهل الطرح اللي ممكن نلبسها وبتتلبس كده ومن غير دبابيس ولا اي حاجة. البندانة الاولانية بتاعتها طبعا انا هلبسها، يعني لو هتلبسيها مش هيبقى في حاجة هنا. من الافضل ان انت تمسكي دي بدبوس عشان تخلي شعرك متداري كويس، مفيش اي حاجه باينه منه. بعد كده هاخد الجزء الثاني ده الموضوع ده كله بقى بنبتدي نلمه كده على ورا شويه. ممكن امسكه كده بدبوس مشبك، انا بس معيش دبوس مشبك دلوقتي فهعمله بدبوس ابره، بس يعني الافضل ان انت تعمليه بدبوس مشفط عشان لما بتتلم كده من على الرقبه بيكون شكلها الطف بكتير جدا. عايزه تخليها من بره اوكي، عايزه تدخليها في البلوزه اللي انت لابساها او البادي بتكون برضو حلوه جدا لو انت لابسه بلوزه الرقبه بتاعتها فيها اي شغل محتاجاها تبان. سهله جدا مبتاخدش وقت، انا بس عشان لابسه حاجه تحتيها عايزه اداريها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل البنات الحلوه اللي بعتت تسالني على لفه الحجاب السوري وايه المميزات وايه العيوب بتاعتها. طبعا كتير بنشتري حجاب سوري مش عارفين النوع بتاعه عشان نختار نوع كويس، وبما انه جل او ليكرا كده بالشكل ده فممكن يتغسل بعد كده يمط ويبقى مش لطيف. فالبندانات دي البراند بتاعها اسمه ان اس، بجد حلوه جدا. والاختلاف اللي فيها عن البندانات الثانيه ان هي فيها كذا لاير كده، البندانه بتاعتها فيها كذا لاير فبتديكي شويه فوليوم للراس بتخلي شكل الوش احلى بكتير. الليكرا بتاعها حلوه قوي، بتغسليها وتلبسيها كذا مره مش بتمط على قد الرقبه مش واسعه قوي،
وبجد الماتيريال بتاعتها حلوه جدا. وتعالوا بقى اوريكم احنا بنلف الطرحه ازاي. اول حاجه طبعا مختلفه في الطرحه السوري دي ان هي البندانه بتاعتها 3 لايرز كده، فبتعمل فوليوم كده لشكل الراس من قدام، بيبقى شكله حلو قوي لكل الناس اللي ما بتحبش يعني الطرحه لازقه قوي كده، وبتخلي شكل القرة مش لطيف. فاهي انا بس لابسه اللي تحت دي عشان يعني ابقى مدريه شعري مش اكتر. طبعا من الحاجات المميزة جدا ان الماتيريال بتاعتها حلوة، غسيل ولبس. يعني انا جبت طبعا بنات كتير جدا منكم بتبعت تشتكي ان بتجيب طرح سوري وبعد الغسيل او من اول مرة بتحس ان الفتحة دي وسعت، وكمان بتحس ان هي مطت شوية. فالماتيريال بتاعت الطرحة دي بجد حلوة جدا، ما بيحصلش فيها الكلام ده خالص خالص، ومظبوطة على الوش كويس جدا. يعني انا من الناس اللي وشي صغير شوية، فنادرا لما اجيب طرحه سوري وتبقى مش تبقى مظبوطه، مش محتاجه دبوس من هنا. دي كمان من الحاجات المفيده فيها او اللي شكلها لطيف من قبل ما ادخلها جوه، ان هي من هنا ملمومه، فلما بتبقى ملمومه من هنا بتدي للوش شكل حلو قوي. ناس كتير وانا شخصيا ساعات بلف الطرحه دي بحب بحس ان انا شبه ست الله يرحمها. فهي بتدي شويه سن كبير لو انت ما عرفتيش تظبطيها، لكن مجرد ما بنلمها كويس من هنا بتخلي شكل وشك بقى الطف. عايزه تظبطيها شويه، عايزه تخلي وشك ارفع شويه فانت بتطلعيها قدام، عايزه تخلي شكل وشك باين اكتر فبتقومي مظبطه دي ومرجعاها لورا شويه. ممكن دي من هنا اصلا نرجعها ورا شويه بس كده. وميرسي ان اس على الطرحه الجميله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فيديو مميز جدا لكل بنوتة لسه لابسة الحجاب جديد، لكل واحدة عايزة تجدد في الاشارة بتاعها ومش عارفة تعمل ايه، لكل واحدة دماغها بتزقزق كده وعايزة تقلع الحجاب. ربنا يا رب يهدينا جميعا ويثبتنا. اول لفة معينا بتعتمد على ان انا حط بندانة سوري اغطي بيها شعري، وانا مش لابساها، انا لابسة اللي هي مقفولة كلها اللي هي كده عشان بس تغطي رقبتي عشان الفيديو، وحاطه واحده زي دي من ورا عشان تعمل فوليوم شويه للراس بتظبط شكل الطرحه. فهي دي شكل البندانه اللي انت المفروض تكوني لابساها. دي طرحه كويتي نصها ليكرا ونصها دانتيل. هاخد جزء صغير قوي كده يعني يا دوبك نخليها على قد الدبوس هنا من عند الرقبه، واعملها على قد وشي بالظبط ودول كده ندخلهم في البادي اللي انا لابساه. بعدين يا اما احط لها دبوس من هنا كده واسيبها نازله كده، يا اما بلفها كده. الربطه الثانيه اي اشار بالليكرا عندك، يعني ده برضو كويتي بس في منه طبعا الدبل ستريتش العادي اللي هو القطن بتاعنا، ده طبعا بيبقى مناسب جدا في الصيف والحر. دي مقاسها كبير شويه بس طبعا في منها مقاسات اصغر. هقسمها ادي تلتها تقريبا وتقريبا التلتين. قدامي كذا حل، يا اما هخليها طالعه من قدام شويه كده، اما هخليها لازقه على الوش على طول. جربي على وشك دي ودي وشوفي الانسب ايه. انا شخصيا بحبها تبقى طالعه شويه. دي طبعا ممكن نلبسها من غير اي بندانه من تحت، بس هو كل اللي انا هعمله ان انا هلفها كده وبس. يا ست البنات عايزه تخليها واحده مرميه من ورا كده والتانية كده، ممكن برضو عايزة تلفي كده بس تبقى مقسومة بالنص بالظبط مش تلت وتلتين. شغالة برضو ما بتقولش لا، سهلة جدا. نفسها ممكن اعملها من غير دبوس خالص كده واحدة كده شوية. هي عشان استرتش فلما بحطها كده بتروح ماسكة على طول من غير ولا دبوس خالص، ولا حتى محتاجة اي بندانة تحتها ولا اي حاجة خالص.
دلوقتي جه ميعادنا مع ربطة الحجاب السوري او الربطة القطعتين دي، من اسهل الطرح اللي ممكن نلبسها، وبتتلبس كده ومن غير دبابيس ولا اي حاجة. البندانة الاولانية بتاعتها طبعا انا هلبسها، يعني لو هتلبسيها مش هيبقى في حاجة هنا. من الافضل ان انتي تمسكي دي بدبوس عشان تخلي شعرك متداري كويس، مفيش اي حاجة باينة منه. الموضوع ده كله بقى بنبتدي نلمه كده على ورا شويه، ممكن امسكه كده بدبوس مشبك. انا بس معيش دبوس مشبك دلوقتي، فهعمله بدبوس ابره، بس يعني الافضل ان انت تعمليه بدبوس مشبك عشان لما بتتلم كده من على الرقبه بيكون شكلها الطف بكتير جدا. عايزه تخليها من بره اوكي، عايزه تدخليها في البلوزه اللي انت لابساها او البادي بتكون برضو حلوه جدا. لو انت لابسه بلوزه الرقبه بتاعتها فيها اي شغل محتاجاها تبان، سهله جدا ما بتاخدش وقت. انا بس عشان لابسه حاجه تحتيها عايزه اداريها.